رايس ترجع يتقدم مارك بارترا يلعبها لميسي، ميسي اولي حدادي ترجع مرة ثانية راكيتيج راكيتيج ليو ليو جول 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 ما لم يقدر عليه نيمار وليو فعله مارك بارترا ومن تمريرة من ليو في نهاية المطاف ليو ميسي بلغ الأربعمائة بين عدد الأهداف وعدد التمريرات. هذه التمريرة رقم 113 التي جاءت راء أهداف، وهذا وبعدما سجل 287 هدف. الكرة لليو ليو لمرر لمارك بارترا في القائمة الثاني. فنان يا مارك، استلمها بصدره عوض أن يضربها بالرأس، فعلى ما يفعله نيمار وميسي استلم بصدره داخل منطقة العمليات وقال للمهاجمين هكذا تسجل الأهداف. بارترا مارك بارترا يسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق برشلونة. مارك بارترا ابن المدرسة أدريانو ليو ليو يرجع للخلف مباشرة مع بوسكيتس يلعب إلى راكيتيتش على جاليونا مع دانيال فيش دانيال فيش دانيال فيش دانيال فيش كرة ممتازة دانيال فيش في القائمة الثانية خطيرة والحارس وجول لا نيمار لا ودخلت الكرة جول نيمار يضيف الثاني لفريق برشلونة. نيمار يضيف الثاني لرصيده هذا الموسم بصعوبة كبيرة. فكت العقدة في نهاية المطاف. تمريرة أخرى من دانيال فيش لنيمار من برازيلي البرازيلي الثاني في القائمة الثانية. نيمار رغم تجمع عدد كبير من المدافعين أخطأ الحارس في مسك الكرة عندما تخطئ تدفع الثمن. كرة بيار ضربت في أرجل اللاعبين ويرفع مرة ثانية قميص رافينيا نيمار وهدف ثاني لبرشلونة. هدف ثاني لك يا رافينيا. لحظات ولقطات وحركات مهمة جدا ومفيدة لرافينيا. دانيال فيش في القائمة الثانية ونيمار يسجل الثاني لليفنتي. نيمار نيمار الحكم يقول لا. ماذا قال حكم المباراة؟ ضربة مرمى أم ضربة جزاء؟ حكم اللقاء يقول ضربة جزاء للبارسا. حكم المباراة يقول ضربة جزاء للبارسا. اللاعبون يقولون له لم يحدث له أي شيء وواقف أمامك هاي الإعادة آي 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 لا 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 لم يلمس لم يلمس ولكن الاحتكاك هذا هو اللي والحيلة نتاع نيمار هي اللي أوحت للحكم بأنه فيه خطأ. وبعدين نيمار يزن 30 كيلوغرام هو مبلل كما يقال فيسقط لما تلمسه بأصابع يديك يسقط داخل منطقة العمليات. أوكي الحيلة والحنكة والذكاء يدخل في قاموس لعبة كرة القدم. فعلها ميسي يستعد لتنفيذ الرمية الجزاء وتسجيل هدفه 288 مع برشلونة في الليغا ويجتاز 400 بين عدد الأهداف المسجلة وعدد الأسيست. ميسي يركز ميسي صانع الأهداف يستعد ميسي يتقدم ميسي يسدد ميسي يسجل جول للبارسا. 3-0 صارت النتيجة بعد ربع ساعة لعب لبرشلونة أمام ليفنتي. هل يفعلها ليو ميسي ويرفع قميص المصاب رافينيا؟ أين هو القميص؟ ليو لم يخرج هل يرفعه أم لا؟ 3-0 في النتيجة أين هو القميص؟ ماتشيرانو يطلب القميص لكي يرفعه ميسي. ميسي بالثلاثية برشلونة اليوم بقوة اختار الزاوية اليسرى سدد وسجل الهدف الثالث للبارسا. ليو 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 معبود جماهير برشلونة وهو كرة القدم. ضربات الجزاء الحديثة كرة أخرى وللركنية بعد هذه التغطية من داني ألفيش من أمام وسط الميدان جيفرسون ليرما وأيضا واحد من اللاعبين شبان 21 سنة. تلعب الكرة إلى عناصر ليفنتي مرفوعة في القائمة الثانية وبيرتيغن جول و
وصل متأخرا تير شتيغن يخطئ في تقدير اتجاه الكرة، يسمح لعناصر ليفانتي بالعودة من فيكتور كاساديسوس الذي دخل في هذه الأثناء ووجه رسالة لنبيل غلاس، قال له يا نبيل هكذا تسجل الأهداف، هكذا تستثمر وتستغل الفرص. استلم أول كرة حطها في شباك الحارس مارك أندري تير شتيغن، يخطئ مرة ثانية في الخروج ويسمح لليفانتي في العودة في النتيجة. 3-1 صارت النتيجة، 4 أهداف شفناها لحد الآن في ظرف 21 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني بعد أن صام الجميع عن التهديف.